بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان adding or creating a banning effect، حلقة اليوم يعني مبنية على الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت. المبدأ بتاع banning effect يا جماعة عبارة عن جزء معين من الشاشة انت بتعمل فوكس عليه علشان تخدم غرض معين، فاهمني؟ فبتستخدم فيها مين؟ بتستخدم فيها الزوم ريجون بس. فانا النهارده هنحاول نحط مثلا اكتر من زوم ريجون في سلايد واحدة علشان نشوف البانينج افكت ده، معناه ان الفكرة دي عايز تعمل فوكس عليها، الفكرة دي عايز تعمل فوكس عليها، الفكرة دي عايز تعمل فوكس عليها من دون بقى مين؟ من دون السلايد بتاعك. طيب جاستن، اروح على انا عندي الخريطه بتاعت جمهوريه مصر العربيه واروح على سكرين ريجون، وانا هبتدي هسيبها تتعرض ثانيتين. من الثانيه الثانيه هروح اعمل سكرين ريجون على القاهره كايرو بس، تمام رايت. وهخلي هضغط كليك يمين على سكرين ريجون، اختار تايمنج يا جماعه، ومن تايمنج انا هخلي الديوريشن بتاعها ثانيتين، يعني هي تبتدي مثلا من الثانيه الثانيه وتفضل ثانيتين، اوكي، يعني من اثنين لغايه اربعه. واروح مره ثانيه على سكرين ريجون وادرج واحده ثانيه، المره دي هخليها عند ولنفرض مثلا سيناي، عند سينا ابتدي اسحبها واحطها عند سيناي. اكشف المشهد شويه هنا، وبرضه كليك يمين عليها وتايمنج، ما تبتدي من الثانية المفروض. انا معايا، انا هسيبه ثانية، اخلي تبتدي من الثانية خمسة وتفضل ثانيتين، يبقى من خمسة لثانيتين يعني تفضل لغاية السبعة، فمعايا ثانية معايا في النص ثانيتين يرجع فيهم للحجم الكامل. ونفس المشهد اروح اعمل سكرين ريجن مرة تاني، انا اسف، اعمل كنترول مع زد واروح امسك التايم لاين بتاعي اور سي، انا امسك التايم لاين بتاعي واوديه في اي مكان، اور اسف خليني انا نرجعه، مش مشكلة هوديه هنا، وهضغط على سكرين ريجون مرة تاني، هيبتدي يدرج لي المشهد بتاعي. المرة دي انا هخليه ونفرض يا جماعة عند اسوان، هصغرها واخليها عند اسوان هنا، ونفرض نكبرها شوية كده عشان المشهد يكون مقفول، وكليك يمين عليه خليه يبتدي. طبعا انا سايب ثانيتين ما بين كله، او سايب ثانية واحدة من سبعة يبقى من ثمانية ثانيتين، هقول له والله يبتدي من عند الثانية الثامنة ويفضل ثانيتين، وبعدين اضغط اوكي، ومن 12 راجل من المشهد بتاعي 3. انا طبعا مش بتكلم عن التايم لاين دلوقتي، انا بنحاول نقول للناس تاثير البانينج. البانينج انت بتحاول تعمل فوكس على جزء معين من التصميم بتاعك وبتكسب سن ترانزيشن حركه، تمام؟ ده اللي بيخلي اليوزر يعني انتباهه يلتفت بشكل اكبر عن ان انت تحاول تقطعها له بشكل مصمت يعني. طيب سي، انا معايا كده نبتدي نعمل بريفيو للمشهد السين ونشوفه. معايا ثانيتين المشهد زي ما هو، بعديها ابتدي اعمل كايرو يرجع ثانيتين، ثانية سيناي يرجع ثانية، بعدين أسوان، وبعدين هيكمل الثانيتين بتوعه لغاية آخر التايم لاين. ده كان تأثير البانينج افكت يا جماعة بمنتهى البساطة. انت بتحاول تعمل فوكس على أكتر من جزء أو جزء واحدة أو أكتر من مساحة العمل بتاعك، لازم تحاول تلفت بيها انتباه المستخدم لأنه ياخد باله من النقطة دي على وجه الخصوص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.